السلام عليكم. بعد قيام الحوثيين أو أنصار الله باختطاف سفينتين شحن يملكهما رجل أعمال إسرائيلي، وبعد ضرب طائرة بدون طيار تابعة لأنصار الله لسفينة شحن أيضا كانت متجهة إلى إسرائيل، أبرز ردود الأفعال الغربية في سواء كانت في الصحف وغيرها. الرد الأول إنه كان إن هنالك يعني أنباء إن جو بايدن راح يرجع اليمن أو الحوثيين عفواً على قائمة الإرهاب، لكن في يعني السعودية ما توافق على هذا الشيء. ليش؟ لأن إذا تم إضافتهم على قائمة الإرهاب راح يعني يلغي جهود السعودية لإنهاء الحرب في اليمن. النقطة الثانية إن وسائل الإعلام الغربية تقول شلون الآن الحوثيين أو صار الله قاعدين يعرفون إن هذه السفينة متجهة إلى إسرائيل أو قادمة من إسرائيل، أو إن جنسية هذه السفينة أو مالكها إسرائيلي، فمستغربين يقولون هذا يعني هذه المعلومات لا تملكها إلا أجهزة استخبارات قوية جدا، وأصابع الاتهام تتجه إلى إيران، خصوصا بعد ما استلمت إيران تقريبا 10 مليار دولار كانت محجوزة في أحد البنوك وتم تحويلها إلى إيران، وبعد ذلك إيران يعني قالت إن أنا مالي شغل في اللي قاعد يصير في غزة. وقاعدين يتناقشون يقولون شلون الآن يتم إيقاف عمليات حجز السفن من قبل الحوثيين، فبالرغم من وجود بحرية أمريكية وبريطانية يعني قرب باب المندب، قالوا إن طريقة حجز السفن من خلال الهليكوبتر وغيره وهذه طريقة احترافية، يقول هذه الطريقة يعني قريبة جدا من الطريقة الإيرانية في احتجاز السفن في الخليج العربي، وقالوا إن بما أن العناصر أو الحوثيين دخلوا إلى هذه السفينة فإن تحرير الرهائن أو تحرير حجز هذه السفينة راح يكون صعب جدا ومكلف جدا. الشغلة الثانية قاعدين يتساءلون يقولون شنو الأسلحة هذه اللي موجودة عند أنصار الله والحوثيين، يقال أن هنالك خبراء إيرانيين انتقلوا إلى اليمن وقاموا بإنشاء مصنعين، مصنع للطائرات بدون طيار ومصنع آخر للطائرات المسيرة، وفي يعني من ضمن الخيارات ان شلون نتعامل مع الحوثيين. الشيء الاول يقول ان احنا اذا ادرجناهم انهم هم منظمة ارهابية او تحت قائمة الارهاب ما نقدر نتفاوض معهم، فشنو الحل؟ يقول الحل ان نتفاوض معهم عن طريقين، الطريق الاول عن طريق العمان أو عن طريق المملكة العربية السعودية، أما الطريق الأفضل هو عن طريق سلطنة عمان يتم التفاوض معهم. إسرائيل يعني الصحف الإسرائيلية منزعجة جدا، والكتاب هذا يقولوا شلون الآن السفن خصوصا بعض السفن اللي يعني وزنها ثقيل يعني اللي جايبة غاز أو نفط أو شحنات تجارية إلى إسرائيل، فشلون يتم قرصنة أو حجز هذه السفن من قبل اليمن، شلون إحنا نقدر نتعامل معهم، وإحنا أصلا من الأساس ما نقدر نفتح جبهات جديدة، يعني الآن في جبهات فتحت علينا يعني في دول ما هي حوالين إسرائيل، مثلا عندك سوريا عفوا العراق، وعندك مثلا اليمن، إسرائيل ما تفكر أنها تفتح أي جبهات ثانية، حتى الآن مع حزب الله يعني حتى الجبهة مع حزب الله كان فيه قواعد الاشتباك، قواعد الاشتباك مثلا المدني بالمدني، تضربني مدني أضربك مدني، تضربني عسكري أضربك عسكري، تضربني
الاتصالات، برج اتصالات اضرب لك برج الاتصالات، اضرب لي مثلا مكان تحلية مياه او كهرباء، اضرب لك مكان تحلية مياه او كهرباء، يكون تضرب لي صاروخ 10 كيلو اضرب لك صاروخ 10 كيلو. فهذا قواعد الاشتباك ما بين حزب الله و اسرائيل او الكيان الاسرائيلي، وما في احد من الطرفين يرغب في تخطي مرحلة قواعد الاشتباك. فاسرائيل ما تبي نهائيا تفتح جبهة اخرى مع اي بلد اخر. فدول غربية خصوصا في الصحف الغربية قاعد تفكر شلون نتعامل مع اليمن، على هل ان نقوم بضربة عسكرية يعني لليمن لبعض المواقع الحساسة في اليمن ومن ثم نجبرهم على عدم حجز السفن. قال لا، هذا راح تجيب نتائج سلبية او نتائج عكسية، واليمن خصوصا ان اليمن يملك يعني قوارب انتحارية ويملك ايضا صواريخ وايضا يملك طائرات مسيرة، راح يسبب لنا ازعاج يعني، خصوصا ان في مثال جيد خلال السنوات الماضيه. فاذا فتحنا الحرب مع اليمن خصوصا عند مضيق باب المندب، اللي يبدا بالحرب ما يعرف شلون او لا يدرك متى تنتهي هذه الحرب. وفي يعني حالة دهشة واستغراب في الصحف الغربية، يقول ان انظمة الملاحة اللي هو AIS، وهذا في تعريف هوية السفينة وغيره، جميع السفن الذاهبة لإسرائيل تقوم باطفاء هذا النظام على اساس انه ما ان خضر السواحل او الموانئ ما تتعرف على جنسية هذه السفينة او وجهة هذه السفينة. فمستغربين يقولون شلون انصار الله عرفوا جنسية هذه السفينة. لكن صحيفة الجارديان عن مصادر في الولايات المتحدة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تعد خطط عسكرية لمهاجمة اليمن وإنشاء بنك أهداف للمواقع التي قد يتم استهدافها في اليمن. في اتجاه آخر، لكن الاتجاه هذا ضعيف جدا، يقول أن لابد أن نعامل اليمن مثل ما أن يتم معاملة دول الخليج، بمعنى أن يكون اليمن صديق لنا ويكون هنالك اعتراف دولي بحكومة اليمن وهذا. لكن هذا صعب جدا. ليش؟ لأن اللي ماسكين في زمام الأمور أو الحكومة حاليا في اليمن هي هم تابعين بشكل كبير لإيران. فيقول هذا الخيار الآن يعني صعب جدا تحقيقه، كان ممكن تحقيقه في عهد علي عبد الله صالح، بحيث انه حتى لو يكون في قواعد عسكريه في غربيه في اليمن او غيره، لكن يقول اليمن ما هو يعني من السهوله ان يتم تعاون معه. حتى المفاوضين او اللي قد يتفاوضون مع اليمن عن إسرائيل أو عن هذا يقولون يجدون حرج في كيفية إنه يتحدث مع اليمني، يقول له أنا مع مبعثين إسرائيل وكذا. فيعني يقول أنا شلون أقدر أفتح بهذا الموضوع أو أتكلم معه وأقول له أنا يعني مفاوض بدلا عنها، ليش ما توقفون حجز السفن وغيره؟ لكن طبيعي انه راح يقول اليمني او الحكومه اليمنيه اوقفوا الحرب في غزه او غيره. وحتى يعني اذا كان في هنالك مغريات، يعني في بعض المفاوضين لما يجلسون هذا خصوصا في بعض الدول العربيه، يعني يطلب في بعضهم يطلب ساعه ثمينه او يطلب سياره او يطلب شيء. لكن اللي باليمن لا، ما توقع انها راح يطلب الطلب هذا، لانه يعتبر ان قضية فلسطينية قضية عقيدة وقضية يعني قضية اسلامية. فعيب عليه او انك عيب عليه انه يتحدث عن طلبات يعني جانبية قبل ان يعني انه يقوم ب تفاوض معكم لي إيقاف عمليات الحج. يا جماعة لا تنسون الاشتراك واللايك والمتابعة
والإعجاب والتعليقات، وأكون شاكر لكم.